مهاجم لا يخلق في كل جيل، هذا لاعب لا يصنع في كل فريق، هذا النجم ستفتشون عنه سنوات وسنوات، أجيال وأجيال. طبعا الدقيقة 7 هي الفانيلا رقم 7 هي رونالدو في زمن النكران وعصر الزهايمر، كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين، هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه لسنوات، كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد، كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز، كيف نسيتم هذا؟ كيف تتنكرون لهذا؟ الآن صار رونالدو أعوج وأعرش ومحول، الآن أصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلاحية البرتغالي ليباع في المزاد، هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال ولكنها مني قرارا واعتراف، هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغيز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي أيامهم يا البرتغيز. خلص يا كريستيانو يا رونالدو، سبيشال وان رونالدو الدور، رونالدو الرجل يمرض ولا يموت، يقولون انتهى، يقولون فات ايامه، يقولون فات فلوسه، لا لا انكم تبيعون الاوهام، رونالدو مازال حي، رونالدو مازال حي، رونالدو مازال حي، رونالدو يحضر، رونالدو يضرب. من أين لك هذا يا دون؟ لم ينتهي رونالدو، أتذكرون الدقيقة 7 في ماتش من ماتشات الريال مدريد؟ وقت الأزمة اشتدت، وقت سميت حسيت غدر فلورنتينو بيريز، رونالدو لن يموت.